بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أبو بكر الشاطبي يا عبد الله بصفر ماهر المعك محمد صديق المنشاوي محمد جبريل يا أيها أحمد بن علي العجمي يا محمود خليل الحص مشاري براد أحمد بن عبد الرحمن الحذيفي سعد الغامدي مشاري بن راشد العفاسي أحمد بن علي العجمي محمود خليل الفصلي عبد الباسط عبد الصمد محمد اللغة الصومالية اللغة التركية اللغة الهندية لغة التاملية تفسير الجلالين اللغة الروسية اللغة الأوزبكية اللغة الروسية لأنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى والله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ونصب وأن تستقسموا بالأدمة عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن ذلك بأن فكيف إذا